أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد مصعب عدنان السمان، مؤسس شركة عدنان الهندسة. أهلا وسهلا أستاذ مصعب، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا بكم. أول شيء اسمي مصعب عدنان السمان كما ذكرتم، مؤسس عدنان للهندسة. الشركة أسسناها نحن في عام 2010. طبعا الشركة هي في مجال الهندسة، مجال التحكم الإلكتروني ومجال الأمني أيضا والشبكات. بالإضافة لهي الشركة نحن نملك أيضا شركة أخرى في إمارة الشارقة في شارع الوحدة، اسمها كريستاليا للإضاءة، هي مختصة بحلول الإضاءة وتوفير وتجهيز وتنفيذ ثريات الكريستال وما إلى ذلك. يعني طبعا عندنا مشاريع كثيرة في السابق. أنشئت شركة كريستال الإضاءة عن طريق شركتها الأم في عام 1994. ما شاء الله وقت طويل معكم ومتواجدين أنتم في سوق الإمارات. حابين نعرف عن سبب اختياركم لدولة الإمارات العربية المتحدة في أنه تبدأوا مشروعكم الخاص في دولة الإمارات. دولة الإمارات هون تتميز ببنيتها التحتية القوية ومواكبتها لكل جديد. طبعا فطبعا هذا يشجعنا ويشجع أيضا المستثمرين على الاستثمار في هذا البلد. وطبعا توفير الخدمات متوفرة في كل مكان، وأيضا القيام ممكن في الإعلانات وما إلى ذلك. عرفنا أكثر عن الخدمات أو المنتجات اللي بتقدمها سواء شركة عدنان أو شركة كريستاليا للإضاءة. طبعا نعم، شركة عدنان الهندسة كما ذكرنا مثل ما قلت لك هي بتقدم حلول الشبكات وحلول الذكية أيضا للمباني والتحول الرقمي أيضا، بالإضافة إلى حلول الطاقة الشمسية والطاقة البديلة، وأيضا حلول ترشيد استهلاك الطاقة بواسطة الأنظمة الإلكترونية. ما شاء الله، خبرنا أكثر كمان عن موضوع كريستاليا. كيف موضوع، هل نقدر إحنا مثلا نفصل تريات على مزاجنا إحنا على مزاج العملاء؟ هل لازم يكون نلتزم بديزاينات معينة؟ خبرنا أكثر عن خدمات ما بعد البيع في كريستاليا الإضاءة. هو ممكن نفصلها نحن قبل البيع وما بعد البيع. ما شاء الله. أي، فقبل البيع نحن نأتي للزبون أو العميل، يكون عنده طبعا كل عميل أفكار طبعا، فنحن نحاول نحط له على أرض الواقع، فنقوم بتصميم الترية المناسبة له، منقوم أيضا بتنفيذها وتركيبها وتشغيلها. طبعا أحيانا بعض المشاريع تحتاج إلى أن يعني نمشي عن طريق السبيسيفيكيشن أو المواصفات طبعا، وأحيانا نحن نضع المواصفات لأعمال محددة على هو نظرة العميل ورؤيته إلها. ما شاء الله، ممتاز. طبعا سوق الإمارات بشكل عام المنافسة فيه شديدة وشديدة جدا، شو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين سواء في شركة عدنان الهندسة أو في كريستال الإضاءة؟ ممكن نحن نلخصها في ثلاث نقاط، هي طبعاً الجودة والسعر والأفكار الجديدة. يا سلام، صراحة يعني اختصار رائع وجميل، وفعلا هذا ما يميز شركة كريستاليا وشركة عدنان الهندسة. طبعا بلا رؤية الشركة يعني مستحيل انها تمشي وتطلع شركة لها هدف. حابين نعرف اهدافكم والرؤية المستقبلية للشركتين بشكل عام. طبعا بالنسبة لعدنان الهندسة نحن نمشي في مجال الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، وهذه أحد الخطط المستقبلية أيضا، وهذا أيضا نحن عنا طبعا تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل استهلاك الطاقة، من خلال دراسة المشاريع وإيجاد حلول بديلة خاصة لأنظمة التكييف ولأنظمة الإنارة أيضا. طبعا دولة الإمارات الأمن والأمان فيها يعني عالي جدا، حابين نعرف كيف ممكن الأمن والأمان يؤثر على المستثمر سواء من الداخل أو من الخارج، وماذا يعني لك الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الأمن والأمان هو الركيزة الأساسية لأي مستثمر ليقوم بالاستثمار ووضع المال اللازم
طبعا بدون الامن والامان رؤوس الاموال في العاده كما نجدها انه تسافر الى خارج البلد، لكن نحن في حالتنا هون طبعا الحمد لله الامن والامان والبنيه التحتيه والاستدامه التي نراها والنظره المستقبليه في ظني هي كلها عوامل تشجع الاستثمار في دولة الإمارات. طبعا لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أنه نتوجه بالشكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات على أفكارهم السديدة وهذه النهضة التي نراها متواصلة والتي لا تخفى على أحد. بالفعل أستاذ مصعب، حابين تعرفنا عن كيفية التواصل والوصول لشركة عدنان الهندسية وكريستاليا للإضاءة؟ طبعا نحن متواجدين في دبي وفي الشارقة أيضا، وفي الشارقة أيضا نحن عندنا هون الشركتين وتستطيع الوصول إلنا في شارع الوحدة في كريستاليا للإضاءة. نحن تقريبا نعتبر شركة واحدة، عبارة عن شركتين هما لكن هما شركة واحدة. تستطيع الوصول إلنا عن طريق أيضا الويب سايت أو الموقع الإلكتروني وهو عدنان داش أو شخطة engineering.com، وتستطيع أن الوصول للشركة الأخرى عن طريق كريستاليا شخطة أو داش lighting.com. نتمنى لكم دائم التميز والنجاح. طبعا جميع وسائل التواصل والموقع الإلكتروني سيظهر أسفل الشاشة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز الأستاذ مصعب. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.